عشان يعني الخلق في مصر في الطب في مصر القديمة، في الأدب في مصر القديمة، كنا بنعتقد ولفترات زمنية طويلة إنه معظم العلوم لم تبدأ في مصر ولكن بدأت في اليونان، ولكن مع كشف رموز اللغة المصرية القديمة وترجمة الكثير من البلديات والنصوص القديمة وجدنا أن المصري القديم كان متمكنا في علوم كثيرة. وما دام علم متقدم في علم الفلك منذ أقدم العصور كما تعلمون جميعا أن في مصر التقويم منذ القرن الثاني والأربعون قبل الميلاد، من 62 قرن كان في تقويم في مصر، ولا تقويم بدون فلك. أهرامات مصر تشهد بأن مصر القديمة كانت متقدمة فلكيا. كيف يتم تحديد الاتجاهات الأربعة بدون علم الفلك؟ من 62 قرن المصري القديم كان عنده تقويم. بنسميه التقويم النجمي، وهو يختلف قليلا عن التقويم الشمسي. فالتقويم النجمي مرتبط بالنجم اللي سماه العرب، واللي انا فوجئت شخصيا مع دراستي بشيء من العمق في الفلك وفي الفلك في مصر القديمة، أن أسماء كثير من النجوم أسماء عربية. الشاعر اليمنية سبيريت سوتس سيريوس، وهو أكثر النجوم لمعادا في السماء. عندما نتساءل ما هو الجرم السماوي الأقصر لمعانا في السماء ليلا، فنضع في المقدمة القمر، ويليه الزهرة. القمر هو أحد توابع الأرض، والزهرة كالأرض هو أحد كواكب المجموعة الشمسية. وإن الزهرة لمعانا هو هذا الهدف. وقد لاحظ المصري القديم أن هذا النجم يبقى في السماء لمدة 295 يوم ويختفي لمدة 70 يوم. يختفي النجم لمدة 70 يوم ويظهر مرة أخرى. حسب الأيام ما بين الظهور والظهور، بين ظهور النجم فظهور النجم مرة أخرى، فكان 365 يوم. التقويم الشمسي يتكون من 365 يوم وخمس ساعات وبضع دقائق وبضع ثواني. أما التقويم النجمي المصري القديم اللي عرفوه المصريين القدماء من 42 قرن قبل الميلاد، فيتكون من 365 يوم و6
ساعة. تمام. ما معنى هذا؟ معنى أن التقييم الشمسي بحاجة كل 4 سنوات ليوم، وبحاجة لكل 120 سنة ليوم آخر حتى يتم تصحيح التقويم. أما التقويم النجمي المصري القديم الذي كان يعتمد على ظهور النجم الشعري اليمانية فهو يحتاج اليوم فقط كل 4 سنوات، فهو أكثر بدقة. سوف نرجع لهذا الموضوع في سياق المحاضرة. لو احنا بصينا لأول لوحة موجودة قدامكم، أول لوحة موجودة قدامكم هي جزء من سقف مقبرة المهندس الشهير حسين موت. وأنا أطلب منكم أنكم تشوفوا الورق اللي عندكم، لأن الورق موجودة في صورة للمقبرة. لو انتوا بصيتوا للجزء الأسفل في الصورة اللي هو معروض على الشاشة هنلاقوا زي عجلات. لو عدينا العجلات دي هنلاقيها 12 عجلة. ال 12 عجلة اللي انتوا شايفينهم دول بيمثلوا 12 شهر السنة المصرية القديمة. تبدأ القراءة من اليمين أعلى اليمين. أعلى اليمين. فهذا هو أول شهور السنة. أول شهور موسم الفيضان. يليه الشهر الثاني فالثالث فالرابع، وينتهي الموسم الاول ويبدا الموسم الثاني. 4 عجلات اللي جنب بعض من الموسم الثاني، وبعد كده الموسم الثالث 4 عجلات. كل عجله لو انتوا بصيتوا متقسمه ل24 جزء، دول بيمثلوا ال 24 ساعة. المصري القديم قسم السنة لثلاث مواسم، كل موسم 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل شهر مقسم إلى 3 أجزاء، كل جزء من 10 أيام، وكل يوم مقسم إلى 24 ساعة. من فضلكم خلوا بالكم من ال 24 ساعة. ال 24 ساعة مختلفة في تقسيمها عن تقسيمها الحالي. فكان بيقسم اليوم ل 12 ساعة ضياء و 12 ساعة ظلام. كان بيقيس الزمن بتاعه ازاي؟ كان المصري القديم بيقيس الزمن بالليل بالنجوم، وبالنهار وبالليل بالساعات المائية، وبالنهار بالساعات الشمسية. على الشاشة قدامكم الساعة المائية. اللي بيسموها كليبسيدو، واشهرهم اللي اتلقت في غديره القرن في بدايه القرن العشرين من الالاباستا، موجوده صورتها قدامكم. وجدت محطمه تماما، تم تدوينها ومعروضه حاليا في المتحف المصري. كيف يتم قياس الساعات لهذه الساعة المائية؟
لو احنا بصينا للصوره الزرقاء هنلاقي من فوق تعديل للشهور. ال 12 شهر بتوع السنه منهم ظاهرين اربع شهور. الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع. في الداخل، داخل هذه الساعه المائيه، تحت كل شهر في علامات. انتوا عارفين وحده القياس في مصر القديمه كانت الدراع، والدراع مقسم الى اكف والكف الى اربع اصبع. الدراع اللي كان طوله 52 علامه تقريبا 5 من 10 كان متقسم للسبع اكف، يعني متقسم ل28 اصبع. وحده القياس الصغيره هي الاصبع، يليها الكف ويليها الذراع. طبعا يعني طول اليوم الصيفي غير طول اليوم الشتوي، طول الليل الصيفي غير طول الليل الشتوي، وكل شهر تقريبا يختلف ساعات طول الساعات بتاعته ما بين الليل والنهار، لكن في اجمالي بتاخد 24. فالمصري القديم قسمهم لوحدات، يعني سواء كانت طول الليل 12 ساعة أو 8 ساعات أو 14 ساعة فهو قسمه ل 12 وحدة. 12 وحدة، 12 ساعة. داخل الكمبيوتر تحت كل شهر في علامات. لو انا افترض ان احنا في شهر يناير طول الليل قصير، فوضع 10 علامات او 11 علامه الشهر الثاني او 12 علامه الشهر الثالث او 14 علامه الشهر الرابع، فهو بيحط ميه ومع هبوط الميه بيبص ناحيه الشهر وبيعرف الساعات. في الساعه المائيه، الساعه المائيه احنا بنشوفها حتى ممثله على بعض المقابر كما المنظر المرسوم في الاسفل. لو انا رجعت لنفس الورقه وبصيت في الجزء الأعلى، بصيت في الجزء الأعلى هلاقي في المنتصف مركب عليها شخص، تليها مركب عليها سيدة، تليها مركبتين، وفي الآخر في طائر. الشخص اللي هو موجود على المركبة الأولاني ده أشهر المجموعات النجمية في السماء، سموه العرب النجار، مشهور باسم أوريون، وهو في العقيدة المصرية القديمة أحد أشكال أوزوريس في السماء. تليه مركب عليها سيدة، السيدة هي إيزيس وهي تمثل أشهر
هنجيبوه في السماء اللي اتكلمنا عليها الريتم الشعبي اليابانية سيريوس سوبيس. أما ما يليهم فهما الخمس كواكب المصريين القدماء كانوا عارفينهم، هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده. الجبار والنجم الجبار اللي هو مجموعة نجمية والسدس اللي هو النجم، دول موجودين في النصف الجنوبي من الكرة من الخريطة السماوية. لو انا نزلت لتحت هنلاقي شكل لها دورت، وهي بتمثل احدى المجموعات النجميه في القطب الشمالي، وهي مجموعه التنين دراجون، وهي المسؤولة عن حراسة مجموعة نجمية أخرى تسمى الثقب الصغير، والثقب الصغير هو يمثل الإله ست. يعني أنا في الجنوب كريت، لقيت ايزيس واوزوريس في الجنوب السماوي، وفي الشمال لقيت ست لكن عليه حاصه ماسكاه كورت اللي هي بتمثل كوكبة أو المجموعة النجمية دراجون أو تنين. حد يعرف ارتفاع الهرم الأكبر؟ متأكدين من هذا الاتفاق؟ البعض قال ان المصري القديم لم يختار اي شيء اعتباطا، كل شيء له قيمته وله سببه وله الحاله بتاعته. ارتفاع الهرم 148 متر ونص، 149، 147 كما ترون. يعتقد البعض ان هذا الارتفاع له علاقه بمعرفه المصر القديم في المسافه ما بين الارض والشمس. هي المسافة بين الأرض والشمس قد إيه؟ المسافة بين الأرض والشمس متوسطها 148 كيلومتر. 148 مليون كيلومتر. 148 مليون كيلومتر. فيعتقد البعض ان ارتفاع الهرم الاكبر كان نموذجا مصغرا لمعرفه المصري القديم بالمسافه ما بين الارض والشمس. والمسافه ما بين الارض والشمس هي اقدم الوحدات القياسيه الفلكيه. احنا من شويه اتكلمنا عن وحدات القياس العاديه، الذراع والكف والاصبع. اما وحدات القياس الفلكيه فهي تبدا بالوحده الاولى وهو متوسط المسافه
ما بين الأرض والشمس. متوسط المسافة ما بين الأرض والشمس كانوا يستخدمون القياس. معنى يعني المسافة ما بين الأرض والشمس 148 مليون كيلومتر، لكن مع التقدم في علم الفلك هذه الوحدة لم تعد كافية، فظهرت وحدة أخرى بنسميها السماء الضوئية. ما هي السماء الضوئية؟ هي سرعة الضوء في السنة كاملة. ولسرعة الضوء في الثانية الواحدة 299 علامة 79 كيلومتر، يعني الضوء كل ثانية بتمشي تقريبا 300 كيلومتر. وحدة القياس هي سرعة الضوء في السنة، يعني أنا أضرب التلتمية تقريبا اللي بيمشيه الضوء في ثانية في 60 عشان يديني السرعة بالدقيقة، في 60 عشان يديني السرعة ساعة، 24 عشان يديني السرعة في اليوم، في 365 علامة 26 عشان يديني السرعة في السنة. لو أنا أضرب ده كله ألاقي إن وحدة القياس اللي بنسميها السماء الضوئية اللي ما عرفهاش بالتأكيد الوصل القديم، لأن الوصل القديم لم تكن معه تلسكوبات عشان يرى اللي موجود في أعماق الفضاء. إحنا قلنا القياس الأولاني أو الوحدة القياس الأولانية تقريبا عشان نقرب الأمور 150 مليون كيلومتر. الثانية 9,456 وست أصفار، 9,456 وست أصفار. لما الأمريكان والروس طلعوا بالسفن وطلعوا بالتلسكوبات الكبيرة، وحدة القياس اللي بنسميها السماء الضوئية لم تعد كافية، فأخرجوا لنا وحدة قياس جديدة سموها البارسك. مجرد بعض الأرقام حتى تعطيكم بعض أو الفكرة بسيطة عن الحاجات دي. حوالين الكرة الأرضية يدور 9 كواكب، المصري القديم عارف منهم 5 والسادس هو الأرض، لأنه الثلاثة التانيين لا يروا بالعين المباركة. الشمس هو كوكب عطارد، ويبعد عن الشمس هذا الكوكب 57 مليون كيلومتر. أبعد كوكب بلوتو، ويبعد 5900 مليون كيلومتر. على الرغم من هذه المسافة الشاسعة
ما بين بلوتو والشمس، لكن الشمس لوحدها في المجموعة الشمسية بتمثل 99.85% من المساحة بتاعت المجموعة الشمسية، يعني الكواكب بمساحتها وما بينها من مسافات لا تمثل في المجموعة الشمسية إلا 15%. أقل من ربع. الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده من معبد الرامسيوم. احنا شفنا الاولاني من معبرة سنموت، ومعبرة سنموت اسرة 18 قرن تقريبا 15 قبل الميلاد، يعتبر من اقدم المناظر الفلكية اللي مثلت فيها الكواكب. اما المنظر اللي قدامنا ده فهو من معبد الرامسيوم. من معبد الرامسيوم اخر صالب اعمدة موجودة في المعبد. لو انتوا بصيتوا كويس هتلاقوا في النص من تحت احد رموز الاله جهود الابطال اللي بيمثل بداية السنة. ظهور الشعر اليمانية، ظهور نجم سيريوس بيمثل بالنسبة للعصر القديم بداية السنة. كان هناك معضلة كبيرة في العصر القديم، معضلة كبيرة لأنه كان هناك سنة رسمية، سنة نجمية وسنة مائية. سنة ارتبطت بظهور الشعر اليمانية وسنة ارتبطت بالنيل وفيضانه. السنة النجمية زي ما قلنا متكونة من 365 يوم وست ساعات. في القرن الثاني والأربعين قبل الميلاد كما يعتقد الأثريين والفلكيين أن المصر القديم بدأ تقويمه، لأن السنة دي في هيليوبوليس علماء الفلك لاحظوا أن نجم الشعر اليمانية ظهر مع وصول الفيضان. النجم الشاعر اليماني بعد ما بيغيب 70 يوم، والسبعين يوم دول كما نرى بعد كده بيمرزوا لفترة التحنيط. بيغيب 70 يوم، لما يشرق من جديد يشرق 40 دقيقة قبل شروق الشمس. يعني أول يوم بنشوف لمدة 40 دقيقة لأنه بيشرق من نفس مكان شروق الشمس، ومجرد شروق الشمس لا يرى، ولكن بمجرد شروق الشمس بيبدأ يوم جديد، ومع بداية هذا اليوم يصل الفيضان. فها يعني الظاهرتين الطبيعيتين دول بيتكرروا في نفس المكان في نفس اللحظة مرة واحدة كل 1460 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي السنة النجمية مكونة من 365 يوم وست ساعات، تزيد ست ساعات على السنة النهرية
فكل سنة أنا محتاج إن أنا أضيف ربع يوم، كل أربع سنين أنا محتاج أضيف اليوم اللي ما كانش بيتم في مصر القديمة. عشان كده عشان السنتين يمشوا مع بعض تاني لازم يمر 1460 سنة. لكن أنا كان عندي السنة الرسمية اللي هي بتبدأ مع ظهور النجم الشعبي اليمني. عشان كده هنبص تاني للمرسوم. لو بصيتوا تاني للمرسوم هتلاقوا فوق في الجزء الأعلى على المركبة الإلهة إيزيس وهي تمثل هذا النجم، وهذا النجم يمثل بداية السنة. لو انتوا بصيتوا فوق الإلهة إيزيس هتلاقوا الشهر الأول من موسم الفيضان، يليه الشهر الثاني، فالشهر الثالث، فالشهر الرابع، فالشهر الخامس، فالشهر الأول من موسم الزراعة. في نفس الوقت أنا لو بصيت لفوق جنب الإلهة إيزيس هلاقي أوزوريس اللي بيمثل كما الأوصى تتضح أكثر في الصفحات الأخرى، أوريون أو الجبار أو اللي يمثل الإله أوزوريس، ويلي الإلهة إيزيس هما الخمس كواكب، هم الخمس كواكب. لو أنا نزلت درجة هلاقي إلهة تورت اللي بتمثل بتمثل كوكبة التنين أو الدراجون وفخذ الثور. لو بصيت هتلاقوا في فخذ الثور، وفخذ الثور هو بيمثل الدب الصغير، كوكبة الدب الصغير. أو في فخذ الثور، وفخذ الثور ده هو أحد أشهر الكوكبة، كوكبة يعني مجموعة النجم. إحنا لازم نفرق ما بين كوكب وكوكبة. كوكب هو الكوكب، والكوكبة هي مجموعة نجمية. الكوكب بلانيت، والكوكبة بالفرنساوي كونستيلاسيون، مجموعة نجمية. فخذ الثور الموجود في القطب الشمالي، وستتضح الامور اكثر بعد كده، هو يمثل كوكبة الدب الصغير. ايه اهمية هذه الكوكبة؟ كوكبة يعني مجموعة نجمية. انتوا عارفين في السماء علماء الفلك وجدوا 88 مجموعة نجمية، اكبرهم هو ضرب التبانة. وضرب التبانة للمعلومة لا نستطيع إعصاء عدد النجوم لأنها ليست بالملايين بل بالمليارات. 88 مجموعة نجمية. الفخذ الثور احدى المجموعات النجمية. ايه اهميته؟ اهميته انه نجمه الاكثر لمعانا. المصري القديم كان من اوائل الشعوب اللي وضعت النجوم في مجموعات نجمية، ووضعت لها ترتيب، والترتيب على حسب درجة اللمعان، نفس الترتيب اللي استخدموه اليونان بعد كده، واضعين له ترتيب اللغة اليونانية. فلما أقول
النجم الأقصر لمعانا في السماء أو الألفا بتاع السماء اللي هو إيه؟ سيريوس. لما أقول النجم الأقصر لمعانا في الدب الصغير هو النجم القطبي. يعني ايه النجم القطبي؟ هو النجم الذي يوجد في المنتصف ويحدد بطريقة رائعة اتجاه الشمال. يعني فلكيا المصري القديم استطاع تحديد الاتجاهات الاربعة بتحديد الاتجاه الشمالي، واستطاع تحديد الاتجاه الشمالي بتحديد النجم القطبي. انا عشان احدد بطريقه عمليه النجم وارسمه على ورقه، المصري اخترع اداه بسيطه جدا مكونه من جزئين، جزء عباره عن زي المسطره في الغالب جزء من جريده النحل اللي فيها جزء عريض وجزء اقل عرضا، طولها ذراع. هذا هو الجزء الاول. اما الجزء الثاني فهو مكون من عصايا بتنتهي بخيط، والخيط بينتهي بتقل على زلزال الجنة. انا عشان ادور على نجم واحدده فبحطه في زاوية، فالعصاية اللي طولها ذراع في الجزء العريض منها احفر شكل سبعة، شكل مثلث. عشان انا ابص السماء مليانه نجوم عشان ما تهش وعشان نظري يتحدد، فهم اوجدوا انه من الافضل انه الرائي الذي ينظر الى السماء ان يكون في مكان ما فيش حاجه تشغله، فبنقوله حجره مدوره. حجره مدوره ارتفاعها هي ارتفاع هو. يبقى انا عشان احدد نجم معين عشان اراه واحدده على خريطه او ارسمه على ورقه محتاج اداتين، والادتين محتاجين فرطين. فرط هيقعد هو هذه الحجره الاسطوانيه الدائريه اللي ارتفاعها تقريبا ارتفاع الانسان. اما الفرط الاخر فيجلس على قمه هذه الحجره اللي هيبص هو اللي جوه، اللي هيبص اللي معاه العصايه اللي فيها شكل زهره، وهيدور على صاحبنا اللي هو مين؟ اللي هو الدب الصغير. هدور على الدب الصغير اللي بيقرا السماء زي اللي بيقرا خريطه، زي اللي بيقرا هيروغليف، لازم يتعلم الاول. انا مش هجيب اي حد واقول له بص دورني وهات لي، لا، في حاجات معينه بتساعده ان هو يوجه نظره مباشره لهذا لهذا المجموعه، فالنجم الالفا بتاعها الاكثر لمعان، فيضع هذا النجم في الزاويه. خلاص حددته وصاحبه اللي قاعد فوق اللي معاه العصايه اللي فيها خيط اللي بتنتهي التقل، بينزل العصايه، بينزل التقل بالخيط في الزاويه. التقل بيوصل لمكان، هذا المكان هو الشمال الاصلي.
محطة الشمال ومحطة الجنوب ومحطة الشرق ومحطة ايه؟ الغرب. طبعا هو يعني صحيح الدب الصغير بيمثل اله ست من سكان السماء، لكن الاله ست مين قال انه ملوش اهميه؟ ليه اهميه حتى في المعتقد المصري القديم وفي الفن. فانا بشوف هنا بلاقي الدب، لو انا بصيت المنظر اللي بعده ده جاي من مقبره سيد الاول. انا شفت في البداية مقبرة سلموت اسرة 18، دخلت في الاسرة 19 دايما الشمال والجنوب دايما الجبار وسوتس والخمس كواكب مرسومين زي ما انتم شايفين فوق، شايفين ولا مش شايفين؟ ده الجبار، شايفين؟ ده مين ده الجبار؟ اللي هو ايه؟ اوريون. الجبار اوريون ده يعني زي الدب الصغير وزي الدراغون اللي هي التنين. كان النجوم والكواكب اللي اشكالها ما اتغيرتش عبر تاريخ الفلك. عشان كده لما هنشوف بعد كده في الجزء الاساسي من المحاضره الزودياك بتاع دندرة، هنلاقي انه اللي قالوه عمل زي شامبوليون. شامبوليون عشان يكتشف رموز ويفك رموز اللغه المصريه القديمه احتاج لاشياء كثيره. اولا طبعا حضر الرشيد بما فيه من لغات وكتابات، واحتاج لمعرفه لغات اخرى، لكن كان لازم في حاجه كده يعني تبقى في البدايه بتديله مفتاح. وكان المفتاح كما تعلمون جميعا لشامبوليون هو خرطوش كليوباترا وخرطوش بطليموس. اما مفتاح قراءه الزودياك بتاع دندرة فهو الجبار، فهو الدب الصغير، فهو الدراغون او التنين. فالمنظر اللي انتم شايفينه ده بيمثل سقف مقبره سيت الاول اللي احنا زمان ما شفناهاش. بعد الالهه ايزيس اللي بتمثل نجم الشعر اليمانيه بنلاقي الكواكب الخمسة متتالية، وهنراهم بالتفصيل بعد كده. هنا نشوف طبعا التنين الدراجون تاوريت والماسكة، هنا طبعا ممثل الدب الصغير بشكل الطول كامل وليس ايه فخذ الطول. الأوروبا طالع أخضر دلوقتي. على الشمال هنلاقي القطب الشمال. الضفة الصغير بنسميه حتى المغرفة الصغيرة لأنه شبه المغرفة لو أنتم بصيتوا عليه. هتلاقوا في نجم اكثر لمعانا، شايفين النجم ده؟ هو الالفا بتاعه، هو النجم القطبي، هو الاتحاد باتجاه الشمال. وبنلاحظ جنبه طبعا ايه؟ التنين او الدراجون. لو بصيتوا على اليمين ده جزء من الزودياك بتاع دندرة
بنلاقي نفس المنظر الواضح بالنسبه لكم، هنلاقي ده كل ده بيمثل القطب الشمالي، المجموعات النجميه الموجوده في القطب الشمالي. حتى صف الاعمده في معبر دندرة وعندكم في الورق في صوره لصف الاعمده بس الجنوبيه. لو احنا بصينا هنا على الشاشه هنلاقي هنلاقي تحت الطرق دايما وراء الحفصه بتاعته باليمين، لا ده على الصوره في الورق هتلاقوا ان هو الناحيه الثانيه من صف الاعمده، انتوا عارفين صف الاعمده بتاعت معبد دندره، صلب الأعمدة بتاع معبد دندرة. صلب الأعمدة بتاع معبد دندرة. طبعا يعني هي صور بتصاحب بعض الشيء يعني مش واقعية، لكن أنا عايزكم تبصوا عليا. لو بصيتوا من تحت هتلاقوا الإله لوط، طبعا الإله لوط فوق الإله لوط هنلاقي مجموعة من المراكب عددهم بالفعل 18 بيمثلوا ال 18 بيكونوا 18 عشرية النص السنة، لأنه سقف معبد دندرة فيه سبع أسقف. السقف اللي في النص اللي أنتوا شايفينه هنا برضه مع بعض التصرف هو العقاب، فيه 11 بتاج الجنوب و10 بتاج الشمال، 11 في 2 22 و10 في 2 بيدينا 20 بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا النقط بتاعت الارض. اما اقصى اليمين واقصى الشمال بتاع صرف الاعمده فانها لوط، الناحيه اليمين ممثل فيها نص السنه، ست شهور وست شهور. لو احنا بصينا من تحت مثلا هنلاقي مثلا في الاسد، وهنلاقي في العذراء، وهنلاقي في العقرب، وهنلاقي في القوس، وهنلاقي في الجدي. ولو بصيت الناحيه الثانيه هتلاقوا مثلا في الطيور، وهتلاقوا في الحوت، وهتلاقوا في الجدي. فده نص سنه وده نص سنه، سواء كان على شكل شهور او على شكل الكواكب. زي ما قلنا ان مصر القديم عارف خمس كواكب. هنبص على الصوره الشمال، اقصى الشمال اللي هي الشمس. بعد كده لو انتوا عديتوا هتلاقيهم تسعه، اولهم عطارد، يليه فينوس زهره، يليه الارض، وبعد كده بقيه الكواكب باللون الاحمر. الكواكب كما ظهرت في زودياك بتاع دندره، عطارد، فالزهره، فالمريخ، فالمشترك، فزحل. الكواكب كما ظهرت في زودياك بتاع دندره بنلاقيها في زودياك من تحت باللون الاحمر. اما اللون الاصفر فهو 36 عشريه، و باللون البرتقالي خلونا الزودياك، واللون اللون الموف فبيمثل اشياء.
موجود في المقاصير الأسرية في مرقة سلطان. وبناء على الدراسة اللي تم ما بين إحدى علمات الآثار الفرنسيات اللي تسمى سيري جوبي وأحد أكبر علماء الفلك الفرنسيين اللي تسمى إيري أوبرج، تمكنا معا في فك شفرة هذا الزودياك، وتمكنا معا في معرفة السبب في وضع هذا الزودياك في هذا المكان. نعلم جيدا بناء على الدراسة اللي قاموا بها الاثنين ان وضع حجر اساس هذا المعبد تم في 16 من يوليو عام 54 قبل الميلاد. كيف تمكن الاثري والفلكي في تحديد هذا التاريخ بهذه الدقة؟ لأنه المعبد ده تم إنشاؤه قبل كده أكثر من مرة، وكان آخر مرة تم بناؤه بالكامل في عصر رمسيس الثاني. نهاية عصر البطالمة في سنة 54 قبل الميلاد تم وضع حجر الأساس يوم 16 يوليو، ويوم 16 يوليو هو اليوم اللي كان فيه النجم الشعر اليمانية في محور المعبد. بصوا بالورق اللي معنا، هتلاقوا في صورة للزودياك الأصلي، والزودياك الأصلي زي ما انتوا عارفين موجود في متحف اللوفر في باريس. هتلاقوا في الإطار الخارجي أربع سيدات. الأربع سيدات دول بيمثلوا الأربع اتجاهات الأصلية، وللعبقرية دول موجودين بالظبط في الاتجاهات الأصلية. دوروا معايا في الزودياك على سيروس أو إيزيس، هتلاقوها موجودة على الرسم اللي قدامكم متلونة باللون الأحمر، عبارة عن بقرة مرمي، بقرة في مرمي. اللي طلع على الصورة بقرة مرمي. لا تتاك لو انت بصيتوا لو انتوا بصيتوا على الصورة اللي عندكم هتلاقوها منحرفة قليلا عن الاتجاه الشمالي الجنوب، لأن المعبد مش بالظبط في الاتجاه الشمالي الجنوب، منحرف قليلا. وتم الانتهاء من بناء المعبد في سنة 42. 54 و 42 يعني كم سنة؟ ما
معبد إيدسو اللي بحجم معبد دندرة كان في كام سنة؟ طب السؤال هما كانوا مستعجلين ليه؟ الاستعجال وجدنا إجابته في هذا الزمان، لأنه كان هناك حدث ألفي لا يحدث إلا كل ألف سنة أو أقصى قليل. ما هو الحدث الألفي؟ نقرأ مع بعض هنبص في النص هنلاقي القطب الشمالي وهنلاقي الدراغون التنين هنلاقي الدراغون التنين ثورت الحارسة هنلاقي الدب الصغير هنلاقي الدب الصغير بس طبعا في القطب الشمالي انا اعتقد يعني انا لو على الكره الارضيه بشوف السماء بشكل مختلف لو انا على القمر لو انا في لندن او انا في كيب تاون ما بشوفش السماء بنفس الشكل تقريبا فالسماء اللي انتم شايفينها هنا هي السماء كما كان يراها المصري القديم فهو يرى جيدا نصف الكرة الشمالي ويرى القطب الشمالي ويرى متوسط منطقة الاستواء ويرى أقل من المتوسط النصف الكرة الجنوبي فأنا هنا في النص بشوف القطب الشمالي القطب الشمالي ويليه منطقة هامة جدا تعتبر من أهم المناطق تسمى في اللغات الأوروبية إكليبتيك أو مدار الأبراج. ال 12 برج اللي بيمثلوا السماء ما هم إلا مجموعات نجمية. لكن المجموعات النجمية في مسار الشمس. في مسار الكواكب. أنا أعتبر الديكليبتيك ده او المدار بتاع الابراج زي الاوتوستراد في محطات بنزين في يعني انت بتمر على معالم معينه ال 12 برج المجموعات النجمية اللي بتمر عليهم الشمس وبتمر عليهم الكواكب منهم ستة في النصف الشمالي ومنهم ستة في النصف الجنوبي منهم ستة في النصف الشمالي وستة في النصف الجنوبي الحمل والدور والجوزاء والسرطان والأسد دول الستة الموجودين في النصف الشمالي العذراء او يسموها السنبلة والميزان والعقرب والقوس والكاكي
والبلوى في النصف الكره الجنوبي، حتى تلاقيهم حتى في الرسمه متجهين جنوبا اكثر. لما الشمس بتمر على الحمل والتون والجوزاء والسرطان والاسد والعذراء فهي بتمر في نصف الكره الشمال، يعني قريبه مننا، فهو فصلين الربيع والصيف. لما الشمس بتمر في الميزان والعقرب والقوس والجدي والثلج والحوت فهي ابعد ما بتمر في نصف الكره الجنوبي، فبالنسبه لنا احنا الخريف والشتاء. لو احنا مصرين هنلاقي الغفار واليوم في اللون الازرق الغامق ده، وجنبه صقر على ظهره ده بيمثل نجمه في السماء بتسمى نجم الكروب، وهي احدى اشكال الاله اوزوريس. في دايرتين باللون البرتقالي، دايرة صغيرة جواها عين، ودايرة كبيرة جواها سيدة بتمسك بديل قلب. الدايرة الصغيرة دي بتمثل خسوف طرب، الدايرة الصغيرة دي بتمثل خسوف طرب. امتى يحصل خسوف القمر؟ يحصل خسوف القمر عندما تكون الارض على خط متوازي مع الشمس، فتمنع ضوء الشمس انه يسطع او الجزء الروح المظلم من القمر يبقى ناحيتنا، فده بيحصل فيها خسوف. فهو مثل هذا الكسوف، وطبعا احنا من قريب من كام يوم شفنا كسوف لما انت بتبص للسماء بنلاقي قرص الشمس قد قرص القمر، على الرغم من ان الشمس اكبر 400 مره من القمر، بس القمر اقرب 400 مره من الشمس. في مجال الرؤيه يمر الاثنين بحجم واحد. فلما القمر يحجب الضوء او الارض تحجب الضوء او القمر يحجب الضوء فيحصل الكسوف. اما الكسوف فهو متعلق بالشمس. احنا اتكلمنا عن المطار عن دائرة الأبراج. دائرة الأبراج هي بتقع ما بين خط 8.5 شمالا و 23.5 شمالا و 8.5 جنوبا و 23.5 جنوبا، يعني بعيدة قليلا عن خط الاستواء، بعيدة قليلا عن خط الاستواء، وبنراها طبعا زي
زي ما قلنا لو احنا بصينا في المنظر اللي فوق ده بيمثل لنا المنطقة اللي بتمر فيها الشمس في مختلف فصول السنة. البثوث بتاع القمر تم تحديده يوم 25 سبتمبر سنة 52 قبل الميلاد الساعة 10 بالليل و 56 دقيقة، وحصل في برج الحوت. أما كسوف الشمس فحصل في 7 مارس سنة 51 الساعة 11:10. عشان يحصل خسوف قمري لازم القمر يكون بدر. فوق معبد دندرة في مقاصير وضع في المقاصير، هما 6 مقاصير طبعا موجودين على الخريطة قدامكم، في 3 من الناحية الشرقية و3 من الناحية الغربية. الزودياك موجود في المقصورة الوسطى من الناحية الشرقية. المقاصير الأزورية كان بيتم فيها الاحتفال بولادة وحياة وألام وموت وبعث أوزوريس. كان بيتم الاحتفال في الشهر الرابع من موسم الفيضان، شهر يحيى. الاحتفال بيبدأ يوم 12 أيار. يوم 12 أيار الاحتفال بيبدأ، الكنبة بيصعدوا على سطح المعبد، والاحتفال بيبدأ من يوم 12 أيار ليوم 26 أيار في المقاصير على اليمين. يعني المقاصير الموجودة في الناحية الشرقية، لما أنا أجي أحسب 12 من 26 يديني 14. هما ال 14 يوم المطلوبين حتى يتحول المحاط إلى بدر، يتحول الوليد إلى رجل بالغ. كان يتم الاحتفال في المقاصير بولادة أوزوريس الأرضية والسماوية. كما تعلمون أن أم الإله أوزوريس هي الإله نوت، وكما تقول الأسطورة أن أوزوريس هو الأخ الأكبر لخمسة من الإخوة والأخوات، وهذا الأخ ولد في طيبة. يتم الاحتفال بولادة أوزوريس بداية من اليوم الثاني عشر من الشهر الرابع. كيف يتم الاحتفال؟ كل ده ليه علاقة بالزودياك. يتم الاحتفال بولادة الموز الدوجة لأوزوريس كابن لجد الارض ولنوت السماء. يتم الاحتفال بولادة أوزوريس الارضية والسماء. يتم الاحتفال بولادة أوزوريس الارضية
بطقوس مزدوجة. الطقوس الأولى هي إنبات الشعير في قالب على شكل أوزوريس. كلنا رحنا المتحف المصري، كلنا شفنا كنوز توت عنخ آمون، كلنا شفنا الشكل الأوزيري اللي بيتم فيه إنبات الشعير. يتم فيه إنبات الشعير. من اليوم ال 12 حتى اليوم 21، يعني تاني يوم 9 أيام ترمز لشهور الحمل. كل يوم في هذا القالب اللي موضوع فيه الشعير يتم صفيه. ينبت الشعير. أنا أعيد ولادة أوزوريس في نفس الوقت يصل للضمبرة كما يصل لغيرها من المدن التي يتم الاحتفال بها لهذا العيد، ممثلين لكل المقاطعات المصرية يحملون أجزاء من جسد أوزوريس يتم تجميعها لإعادة الحياة له. اليوم 12 بعدها 9 أيام اليوم 21 ثم يتم تجفيف هذا القالب اللي هو الشعير من اليوم 21 حتى اليوم 24. بعد كده بيتم نقل هذا القالب من المقاصير الثلاثة الناحية الشرقية إلى المقاصير الثلاثة الموجودة في الناحية الغربية. لو أنا بصيت على الصور اللي موجودة قدامنا هنلاقي الصورة اللي من تحت مكتوب عليها تاريخ، وهناك تواريخ كثيرة مرقوشة على الحجرة الأولى من الناحية الشرقية بدءا من اليوم 12 حتى نهاية الاحتفال يوم بعد يوم ماذا يتم. أما الصورة اللي على اليمين فهي بتمثل القالب الذي على شكل أوزيري الذي يتم فيه إنبات الشعير، وهو طوله 52 سنتي ونص، موجود داخل حيط طوله 67 سنتي. القالب من الخشب، الحوض من الحجر. بعد ان يتم تجفيف القالب يتم نقله للمقاصير الاخرى، ثم يتم بعض الاحتفالات، وفي النهاية يتم تحنيط هذا الجسد. ما العلاقة بين هذا والزودياك؟ سنة 54 تم وضع حجر الأساس، سنة 42 تم الانتهاء من العمل نهائيا. سنة 47 كان الاحتفال بالألفية. لما يجي 10 رمضان مع 6 أكتوبر يقول الله، لما يجي عيد الأضحى مع عيد الميلاد يكون 1 رمضان، لما تيجي 5 جمعة في رمضان بنقول برضه شيء فرق، مش كده؟ أنا عندي حاجتين، عندي ميلاد أرضي ليس له ارتباط بالشيء بتاريخ بشكل معين في السماء، وعندي ميلاد سماوي
لما يوم 12 ابدا الاحتفال، يوم 12 ببدا الاحتفال، ويوم 26 بيتم الانشاء للجزء الاول من الاحتفال، يعني بعد 14 يوم. ال 14 يوم التفهيم لنقل المحاط الى بدء. في سنة 47 قبل الميلاد، يوم 12 من شهر الضحك، يعني يوم 12 من الشهر الرابع، وافق اليوم الأول من الشهر القمري. فاليوم ال 14 اللي هو يوم قمة العيد وافق يوم القمر 14. لما يوم أربع اليوم الرابع عشر من الاحتفال، يقابل اليوم الرابع عشر من الشهر القمري، هذا لا يتم، لا يحدث إلا كل أكثر من ألف سنة. اللي عايز اقوله ومش قادر اعبر عنه بسهوله، يمكن مع الوقت هتفهموني اكتر، انه المصري كان متقدم فلكيا لدرجه رائعه، لدرجه انه كان يتوقع. انتوا عارفين النهارده بس بفضل الكمبيوتر وبفضل الاخبار الصناعيه وبفضل حاجات كتيره جدا، ممكن اعرف خسوف قمر كامل في الأقصر هيحصل امتى؟ أو حصل امتى في القرون الماضية؟ المصري كان يعرف ده برضه. فهو حد بهذه الاحتفالية بميلاد أوزوريس، وأسرع في بناء المعبد حتى يكون متوافقا مع هذه الظاهرة الفلكية النادرة. وليس هذا كل الكلام. ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من الشهر القمري الموافقة يوم 26 من شهر الدهر، الموافقة 28 ديسمبر سنة 47، في نفس الوقت وعلى محور المعبد، عملاق الكواكب، زعيم الكواكب، رب السماء، المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية شبكة، كان في محور المعبد. انظروا إليه، لو أنتم بصيتوا فوق البقرة اللي هي بتمثل إيزيس، فوقيها فوقيها كوكب المشتري. عندما يتوافق بدر القمر مع الليلة الرابعة عشر من هذا الاحتفال، مع وجود، أرجع تاني، أو دي هم اختاروا محور المعبد يوم 16 عشان يتوافق بعد كده مع وجود هذا الكوكب في محور المعبد. ليلة الاحتفال، ليلة الألفية، وليس هذا كل شيء. في نفس الليلة، في نفس الليلة كان القمر في الزيت،
السماء في قمة السماء. عشان كده هنبص كده على حاجة حلوة دلوقتي. أظن أنا الصورة في النص دي بتمثل الإله أوزوريس على سرير دي فتحة موجودة في المنصورة. الفتحة الموجودة في المقصورة في المنتصف، فلما القمر يكون في الذات يكون في سمت السماء، يكون في أعلى جزء من السماء، فهو رأسي الإضاءة في هذا المكان. إن القمر يكون بارد وإنه يكون في الزلت وإنه هو زعيم الكواكب، إله الكواكب المشترك، يكون في محور المعرفة. كل هذا يتوافق مع اليوم الرابع عشر من هذا الاحتفال، يعتبر أعظم يوم في الاحتفال. كل هذا جعل من الأفضل الإسراع في بناء المعبد. فلننظر مرة أخرى للزودياك. الزودياك هو خريطة السماء في الفترة ما بين 54 و47. كل الظواهر الفلكية الهامة اللي ظهرت في الفترة دي تم وضعها في هذا الزودياك. ومن ضمن الحاجات ومن أساسياتها ومن أهمية خسوف القمر، ظاهرة فلكية مهمة، وكسوف الشمس، وده كان كسوف كلي كلي تماما في اسكندريه، وعلامه 2/10 في منطقه شبه كلي. ففي كسوف الشمس كسوف الشمس لو انت بصينا موجود طبعا الممثل هنا ده على الزودياك، ودي صوره مكبره منه، ده كسوف الشمس حصل في برج الحوت. و كسوف الشمس ممكن هو يكون كسوف كلي كامل او كسوف كلي حلقي، يعني بيسيب حاجه زي الخارج من بره. يكون كامل لما القمر، خلي بالكم من النقطة دي، يبقى قد الشمس أو أكبر قليلا، ويكون حلقي لما يكون القمر أصغر قليلا من الشمس. يعني انتوا عارفين الكواكب لها دوران بشكل بيضاوي ممكن تقترب وتبعد. فالمصري القديم وضع لنا في هذا الزودياك كل هذه الاشياء. موجودة هنا كلها. لو انتوا بصيتوا الكواكب متلونة باللون والموف. موجودة طبعا الكواكب لها يعني مثلا كوكب عطارد اللي هو اقرب الكواكب للشمس. بيدور حوالين الشمس
دولة كل 88 يوم. سريع. عطاء للكير. إله السفر والرحمة مكة الحال عند اليونان والرومان. خلي بالك يدور حوالين الشمس دورة كل 88 يوم، لكن بيدور حوالين نفسه مرة كل 57 يوم. يعني حوالين نفسه بطيء جدا. كم عطارد ده؟ اللي هو مركب؟ زي ما قلنا يوم أقرب الكواكب للشمس. كوكب الزهرة اللي هو بيمثل دائما أو كان يمثل دائما شخص اللي هو الميت. وكوكب الزهرة هو أقرب الكواكب للأرض. كوكب الزهرة هو أقرب الكواكب في شخصيته للأرض، في تكوينه للأرض، في حجمه للأرض. وبما أنه قريب جدا من الأرض فهو شديد اللمعان. الكواكب يتم رصدها في الغالب قبل غروب الشمس، قبل غروب بعد غروب الشمس او في الصباح الباكر. القمر لما بيختفي في السماء، بالاخص البدر لما بيختفي بيروح ظاهر بعده على طول فينوس الزهره. والمصري القديم مثل الزهره بالاله حورس، فحورس مش هيسيب مملكه السماء بعد غياب ابوه، بعد غياب اوزوريس، يروح هو يتولى العرش ويتولى الحكم، يقوم بالحكم بالنيابة عن نبيل، لأنه على هكذا اعتبروا المصري القديم. الزهرة بيدور حوالين الأرض مرة كل 243 كل 224. خلي بالكم من النقطة دي، الزهرة بيدور حوالين الشمس دورة كاملة كل 224 يوم، ويدور حوالين نفسه كل 243 يوم، يعني يوم الزهرة أكبر من سنة الزهرة. المريخ والمشتري وزحل بنسميهم كواكب خارجية، لأنهم يقعوا أبعد من يعني الشمس، الأرض تقع قبلهم من الشمس يعني. زحل اللي هو آخر قمر عرفوه المصري القديم بيدور دورة حوالين الشمس كل 29 سنة ونص من سنوات الأرض. يعني إيه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله يعني المصري القديم كان عارفه وكان حاسبه وكان متوقعه لأنه وضعه على الخريطة. يعني كل العلوم دي اللي احنا بندرسها النهارده كان عارفها. موجودة وموجودة بشكل جيد على الخريطة. في الإطار الخارجي هم العشريات، والعشريات هم 36 مجموعة نجمية، 36 مجموعة نجمية، كل مجموعة نجمية ترى لمدة 10 أيام. وداخل المجموعة النجمية ترى النجوم بأشكال مختلفة خلال ساعات النجم. يعني المجموعات النجمية دي بتساعد بتحديد العشريات وساعات النجم. اللي هي موجودة في الإطار الخارجي. تحت إيزيس، تحت البقرة،
تحت السيريوس بتبدا العصريات دي الاولى سيبوا من الباطن اللي من تحت ده اول العصريات وبتبدا بهذا الترتيب ده لغايه لما نوصل عليهم 37 لانه السبع والثلاثين يمثل خمسه ايام المسيح يمثل خمسه ايام المسيح في السماء كوكبة الكبار قلنا القمر كوكبة الكبار هي كوكبة هي مجموعة نجمية القمر هو أحد توابع الأرض نجم كروب هو ثاني نجم أكثر لمعانا في السماء هذا النجم وهذه الكوكبة وهذا الكوكب الثلاثة أشكال مختلفة للإله أوزوريس نجم أو كوكبة الغبار هي من الكوكبات اللي فيها مجموعة كبيرة من النجوم اللامعة كوكب الضباب في 43 نجم من ضمنهم 6 نجوم ما بين من بين ال 50 نجم الاكثر لمعانا في السماء. بين ال 6 نجوم في 3 بنسميهم حزام النجم. حط لكم عليهم اشاره. دول شايفين دول؟ حزام النجم. زي الحزام بتاعه. الثلاثة دول وضعهم في السماء لو انا بصيت في الدايره دي يرى الكثيرين ان وضعهم والمسافه بينهم واحجامهم مقارنه بعضهم ببعض يقترب كثيرا من الاهرامات الثلاثه أنا قلت إنه في السماء في كوكبة يعني مجموعة نجوم وفي كوكب اللي هو القمر وفي نجم اللي هو كانوا دول بيمثلوا كل في مملكته كل في قسم الإله أوزوريس سير السماء الاهرامات ومقابر ومعتقد المصري القديم وعلاقته بالسماء وكل ده معروف فبعض الاثريين مع بعض الفلكيين لما تدارسوا الامور وجدوا ان كوكبة الجبار اوريون اللي فيها ستة من ألمع نجوم السماء منهم ثلاثة يسمون فلكيا بالإنجليزي تقريبا معظمنا قلتها غلط بيلت ستارز أو لاسانجير دوليتوار أو حزام هما ثلاث نجوم الثلاث نجوم وضعهم احجامهم نسبيا بينهم مع بعض المسافات والزوايا ما بينهم تتشابه نسبيا
مع أهرامات الجيزة الثلاثة. وأنا حطيت الصورة، لو أنتوا بصيتوا في الصورة اللي تحت اللي فيها الأهرامات الثلاثة، خوفو، خفرع، ومنقرع، هنلاقي خوفو وخفرع النجمين قريبين قوي من حرق بعض. و في اتجاه بعض. لكن الذي شد شيء منحرف قليلا هو النجم الثالث كمنكرع كمنقرع. يعني بيقول لك ان المصري القديم اللي درس اماكن النجوم واوضاعها واشكالها والحاجات دي كلها ربط ما بين اماكن بناء هذه المقابر اللي متعلقه بالحياه الاخرى المتعلقه بعالم اوزوريس باجزاء من هذا الشكل الاوزوري. مش بس كده، لا، ليه انه في الهرم الاكبر في ثلاث حجرات، حجرة محفورة وحجرتين مبنيين. حجرة تسمى أو يعني هي حجرة الملكة، والأخرى هي حجرة الملك أو حجرة التابوت. في هذه الحجرات في فتحات تهوية، فتحات التهوية سواء انتهت للخارج او لم تنتهي، لانه في حجرة الملكة فتحة التهوية التي تنظر جنوبا، مش نظر النهاية، لكن لو احنا النظرية وصلناها النهاية هتجدها تقريبا بتصل الى نجم سيروس إليس. ولو وجدنا لو نظرنا لفتحة التهوية اللي موجودة من الناحية التانية دي طبعا في النجم القطبي، وفي يعني ما معنى انه الفتحات اللي موجوده هي فتحات للتهويه، لكنها كانت مرتبطه عقائديا مع هذه النجوم اللي بتمثل في السماء المملكه الاوزوريه، العائله الاوزوريه، عائله الاله اوزوريس. اعتذر ان انا مش متعود ان انا اقدم محاضرات، لكن حاولت على قدر ما استطيع انه انا اقول لكم بعض المعلومات وهتكونوا في الورق اللي معاكم للمساعده بعد كده. يعني هتلاقوا في جزء من الورق عندكم خريطه للسماء، في جزء منها بيمثل النصف الشمالي من الكره الارضيه، وفي جزء بيمثل النصف الجنوبي من الكره الارضيه، ويمكن من النصف الشمالي اللي فيه مجموعه كبيره قوي من الحاجات الناجمه ترسمها على الارض. وأشكركم لحسن الاستماع. العرض يوم 2/27/6 8:30 هتكون في محاضرة للأستاذ الدكتور أحمد شبيك عن دير المدينة،
دي هتكون ان شاء الله يوم 2/27/6 تفتح ابواب الاسئله. حاج حسن بكره تفضل. العلماء الذي جعل بينهم من تخصص في معلومات خاصه دقيقه صعبه مبتدعه وتمكن منها فبسطها وان كانت قد طالت فله عذرك الا ان الاستاذ سليمان وجب عليك ان يقوم بمحاضره اخرى في نفس الموضوع انها تجتمع في منطقه واحده. الفائده الكبرى من هذه المحاضرات التي تقام في بيت المرشدين انها تثريكم وتجعلكم قادرين لا تخاف ان تعلم اكثر، حقق في نفسك ان تجهل اكثر، وكلما تجهل كلما تعلم وتحاول ان تعلم. استاذ سليمان كان عالما في موضوعه ومعلما مبصرا. في اضافه اللغويات اعتقد انه ولكن عندما نتكلم عن النجوم يهرمون في المقام كلمه ناشبه في اللغه المصريه القديمه، كلمات تعددت افضلها كلمه عنخ والنجمه. والنجم الافضل عند المصري القديم هو الذي رحل ولم يمت وعاد فثبت عنه اننا نعود، وعنخ هو الوزير هو النجم الاوحد. ولذلك كانت هناك مجموعه نجميه على اسمه. كلمه نجم ايضا هي طباع، وعالم العوده هو عالم النجوميه اي طوات. وكلمه نجم الطباع هي مرتبطه بالوزير الذي عاد فبعث فولد من جديد، وقال المصري طوات نسيت. ها قال عاد النجم، ها قد ولد النجم. ونحن نعود مثله او يذهب مثلما ذهب، فنحن نقول افل نجمك وصعد نجمك. من كلمات النجوم كلمه مقبله تستحق ان تعرفوها وتتمسكوا بها. فيقول المسلم في كلمه نجم صداع صداع، وجاءت منها عباده النجوم وكانت الصابئه عباد النجوم. صداع في اللغه المصريه معناها نجم، ومعناها معلم، ومعناها مرشد، وبالشعر هم يهتدون. الشعر مزيز، والشعر مزيز عند اللغه العربيه الشعر معناها العم الشعر التي بكت كثيرا فصنعت دموعها في ظل النهر. والاعمش هو من تبيض عينيه من الدموع. واشهر من كان اعمشا في اخلاصه باكيا طول الوقت هو يعقوب عليه السلام، وبكاؤه الذي جعل عينيه تبيض صنع فيضان نهر مصر، لانه عندما بكى يعقوب اثبت تفسير يوسف ان الفيضان ات، فاستمر في بكائه حتى افاض الله بكائه العظيم فيضان نهر المصريين، فعمت الخيرات على قبائل بني اسرائيل. النجمة إزيس صعدت هي جاذبة الفيضان كما كان يطلق عليها، وعندما دمعت أول الدمعة كانت ليلة الدمعة والفيضان. كانت هذه بعض الكلمات ليس تعقيبا على استاذ جميل، ولكن اضافات تريد ان نعرفها. وشكرا جزيلا. واضح يعني استمر المراجع الفرنسي، والفرنسي هم اكبر الناس في معبد القنبره في هذا البحث. يعني المحاضره كانت جميله جدا وكلنا سعيدنا بها، وحمد طبعا الفرصه الاسئله دكتور احمد الملك عز وجل. السلام عليكم. مش السؤال انا ساعتك اتكلمت على تخزينات الجنيس وعطيت كان في معبد بني المدينه، وكان ايضا في
صورة جنوبية في معبد جبل النيل. أنا أنت من سكة بعيد بتاع السكر الوزير اللي كان في دور أيضا في أندوس اللي هو بحث أندونيسي اللي ساعتها اتكلمت عليه. الحزب بتاعنا في الغربة هو يسمى الفيستس الكندية اللي هي لغة الاحتفالات والله كان مطلوب الشهر هيك أو كراك كما نسميه. فكان الملحة بانية العشر الأواخر في شهر كراك فحضرتك اتكلمت معرفش إن هو الاحتفال كان بيتم تنظيمه تقريبا من 14 أو حاجة زي كده أو بس 14 يوم كان شكل كامل القمر. فمعرفش إن هو الملحة في هادي كان مبادئ في العشر الأواخر من شهر ميكل أو هواك. فهذا التاريخ ثابت ولكن بيختلف باختلاف الناحية الفلكية مثلا سؤال يعني. الشهر الرابع من السنة المصرية في اليوم ال 12 بما انه العيد ليه علاقة بالقمر زي ما قلنا فهو من النادر جدا انه يوم ال 12 في الشهر النجمي في الشهر المصري يوافق اليوم الاول في الشهر القمري. لكن تاريخ ال 12 هو على ما اعتقد ان هو تاريخ ثابت. يانوس لكن في الفترات اللي انا درستها الاحتفال الديني ده كان بيبدا يوم ال 12 في الشهر وارتبط بمره واحده ارتبط جيدا بالشهر الحاضر. طبعا بحث شيء وفعلا استفدنا والموضوع كان يعني صعب لان احنا دايما الموضوع ده زرعه والفلك والاطفال فعلا يعني استمتعنا وواضح ان الاستاذ سليمان وزميل مرشد كره فرنسيه يعني واضح ان هو يعني بحث وتعب عشان ايجاد هذه المعلومات. فاحنا مره اخرى بنشكره على هذا يوم السبت الدكتور خالد عناني الساعة 7:30 والاخوة اللي هم بيرغبوا في الجمعية العمومية يسجلوا اسمائهم. احمد حاج مستشفى ان شاء الله.